بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الليل ثم سلم، فصلى ثم سلم، صلى 11 ركعة، ثم دخل عليه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على الفراش يبكي، فقال بلال: يا رسول الله، أتبكي بأبي أنت وأمي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، لقد أنزلت الليل علي آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إنها 10 آيات الأخيرة من سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله عز وجل خلقنا لأجل أن نتفكر، فلا بد لنا من التفكر، لأنه يحصل بعد التفكر تدبر، وبعد التدبر نجاة بإذن الله. أسأل رب العرش الكريم أن نجزي كل من ينشر هذا المقطع على اليوتيوب أو على تويتر أو على الواتساب أو على الفيسبوك، أن يجعله رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وإياه في جنات عدن. قولوا آمين. اللهم وفق كل من ينشر هذا المقطع لأجل الناس أنهم يتدبروا ويتذكروا في خلق السماوات والأرض. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.